السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة أبدا ما في داعي لأي قلق ركزوا وتوقع الله وأنا متأكد أنكم فاهمين المادة جيدا وراح تفهموا المتبقي دون أدنى شك وهيك الدنيا هيك الدنيا ماشية كنت تعلموا على إشي اسمه تشالنج وريان عشان نوفر الوقت على حالنا الآن حنبلش بالسلوي أوف ذا وكنا بانه هو اكسترا سيل ستركتشر ايش يعني اكسترا يعني خارج خليه ايش يعني خارج خليه يعني برا الممبرين تبعها وهذا اللي فعلا هو ديستنجويشز او بيميز بين بلانتس وول اند انيملز وول وهو موجود موجود بالبلانت بشكل عام بروكرات فنجيا اند سام بروتستس هذول برضو لهم سيل وول وهذا السيل وول بروتكتس بلانتس وول بلانت سيل تو مينتين ات شيب يحافظ على شكلها طبعا ولهذا السبب ذكرنا سابقا بأن السيلول تبع البلانت شو ماله يا جماعة الشكل الخليش شو ماله منتظم وأيضا prevents excessive uptake of water يعني لما الخلية بدأت تشرب مي كثير وتنفجر في إيش راح يعيقها وبالتالي يمنع انفجارها إنه السيل وول بيحتم على الخلية ما تأخذ كمية كبيرة من الماء الـ plant cells are made of cellulose fibers، إذا هو مصنوع من إيش؟ من سيلولوز. والسلولوز إذا لاحظ السلولوز هو عبارة عن structural plant polysaccharides طبعا يتخلله بعض البروتينات embedded in the other polysaccharide and protein، لاحظ مغمور ببروتين أو مثبت ب other polysaccharide and protein. وال plant cell wall may have multiple layers primary يعني عبارة عن ممكن يكون من عدة طبقات طبعا مو شرط الخلية بتكون فتية أكيد ما راح تكون زي الخلية الناضجة وبالتالي هو يقول لك may have multiple layers primary cell walls وأيضا middle lamella وال-secondary cell wall بس مطلوب منك تعرفهم اللي هي ال primary cell wall relatively thin and flexible رفيعه دقيقه جدا رقيقه جدا ومرنه واللاملا المدى اللاملا هي thin layer between primary walls of adjusted cells بين primary walls of uh, very close cells to each other وال cell wall in some cells added between plasma membrane and primary cell wall هذه الطبقه بين primary cell wall والممرين البلازما ممرين وفي عندنا بلازمو ديسماتا هذه عباره عن ايش؟ شانلز انفاق بين مين؟ بين الخلايا النباتيه المختلفه والا اذا في سلوول والسلوول مانع كامل كيف بدنا ننقل بعض منتجات الخلية من خليه الى خليه نباتيه اخرى؟ لابد من وجود ثغور لابد من وجود شانلز between adjacent بلانت سيل طبعا هنا لاحظ السنترال باكل قديش ماخذ كمية كبيرة من الخلية الخارج اسمه هذا اسمه السيتوسول وهذا الخارجي بلازما مبرين واللي براها البلانت سيلول وهذولا ايش المنافذ او الشانلز او الانفاق اللي بين الخلية والخلية بلازما دسماتا تمام يا جماعة الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو خارجي انيمال سيل لاكس وول ليش ربنا سبحانه وتعالى عمل هنا آه الاكسترا سيلولر ماتريكس بالنسبه للخلايا الحيوانيه لانها تفتقر الى السيل وول اللي بيحافظ على شكلها فلا بد من وجود دعامه لها خارجيه مثل ما لها دعامه داخليه حكينا عنها سابقا اذا نلاحظ هون لأ لان الانيمال سيل لاكس وول من وجود الاكسترا ماتريكس او ما يرمز لها بالاي سي ام طب ايش مكونات اللي هو الاكسو عباره عن جلايكوبروتين، ايش المقصود بروتين هو بروتين كبير مربوط في كربوهيدرات صغير ومربوطين مع بعض كوفالنتلي. اذا لاحظ بروتين كبير كربوهيدرات صغير ومربوطين مع بعض كوفالنتلي بقوه. ومثال على ذلك الكولاجين مثال يعني الإلكترا ماتريكس واللي هم عبارة عن الإكسترا سلورا ماتريكس واللي هم عبارة عن جلايكوبروتين في عندك أمثلة الكولاجين بروتوجلايكين وفايبرو وف إلكتين هذول ثلاثة أمثلة عليهم اه الآن لاحظ الإكسترا سلورا ماتريكس بروتين باين تو ريسبتر بروتين إن ذا بلازما ممبرين يعني كيف بنثبت نثبت الإكسترا سلورا ماتريكس على الخلية من برا فلا بد من وجود أوتاد تثبته على مين؟ على البلازما ميمبرين الأصلي تبع الخليه وهاي الأوتاد اسمها انتجرين إيش اسمها؟ انتجرين لاحظ هذا الاكس سيلر ماتريكس وتثبت على السلم ميمبرين من الخارج ولاحظ هذا هو الانتجرين انتجرين هون يعني آه هذا البروتين وبيدخل الوتد هذا عشان يثبت بداخل إذا لاحظ هذه إيش هي؟ عباره عن انتجرينز لتثبيت الاكسترا سيلر ماتريكس بالبلازما مبرين فبالتالي البلازما مبرين محصن صار ما شاء الله، محصن بالمايكروفيلمنتس من الداخل ومحصن بالاكسترا ماتريكس من الخارج. هذا الامثله اللي ذكرناها نفس الشيء، يعني ما في شيء يخوف ولا تقلقوا ابدا. هذا عباره عن ايش؟ البولي والبروتين المرتبط فيه. عشان يعطينا جلايكوبروتين او بروتوغلايكين هو شو الفرق بين و والجلايكوبروتين جلايكوبروتين كربوهيدرات صغير ببروتين كبير بروتوغلايكين بروتين صغير بكربوهيدرات كبير ولكن لا ننسى انه دائما وابدا الرابطه كوفالنت طب ما هو الفانكشن تبع الاي سي ام اصبح واضح بالنسبه لنا يعني ما بلاش روحه على القاضي اذ قضيه قضيه سبورت عشان يعطي شكل مناسب للخلية وحافظ على شكلها وحجمها وخصائصها والاديشن اللي هي الاد الاديجن اللي الاد الاد هي الالتصاق والموفمنت الحركة والريجوليشن التنظيمات لبعض التفاعلات البويكيماوية البسيطة داخل الخلية. الآن بين الخلايا إنتر سيلولار جنكشن ما احنا قلنا إنتر إنتر خارجي زي الإنترنت. يعني إيش في أشياء تخلي الخلايا ترتبط مع بعضها من الخارج؟ هي معناتها there are several types of intercellular junctions بلازم دسماتا uh, اللي قبل شوي حكينا عنها الموجودة بالسيل وول عبارة عن أنفاق بين الخلايا و جنكشن junction ديسموزوم و gap junction فقط الذكر يعني على كل حال انتم مطلوب منكم تقرأوا كل شيء ولو رجعنا إلى قانون التدريس بالجامعات الأردنية بقول لك أنه أنت المطلوب منك إيش التكست بوك ولكن احنا من باب التسهيل بندرسكم اياه بهذه الطريقه طبعا البلازما ما احنا قلنا عباره عن شانل بين ايش بلان سيل وولز اوف ديفرنت وبالتالي هذا لو ليش موجود اكيد عشان انه نمرق منه الووتر بين الخلايا وكذلك السمول سوليوتس المذابات الصغيره sometimes proteins بروتينز ان ار ان اي كان باس فروم سيل ممكن انه اذا احتجنا والله ارى بحاجه الى يكون بخليه معينه ومش موجود اصلا عندها نودي لها او نودي لها سم بروتينز مصنعه بعض البروتينات المصنعه وهذول اللي ذكرناهم فقط جو وسيت هذه الصور فقط ما راح اركز عليها بالامتحان يعني ما اعتقد انه راح يكون عندنا اي نوع من الصور داخل الامتحان وبهذا القدر شوف يعني هذا الان اصبح ايش؟ تلخيص لكل شيء ذكرناه دا داخل التشابتر، يعني ما فيش اشي يخوف يعني. لاحظ انا بالنهايه لما ما كنت بدي هذا التشابتر يدخل، قلنا إيه ما بدخل الان بدخل بعدين. ما بدخل الان بدخل بعدين يعني ما في داعي انه إن آه نفقد ثقتنا بنفسنا ونزعزع او ما شابه، بالعكس يعني انتو قدها وقدود. وبعرف انه فعلا يو كان دوت هذا بالنسبه للتشابتر السابق الان بقى شابتر السبعه بدل ما استمر عليكم عشان الاثنين والاربعاء نخلص الماده وبالتالي تقولوا والله فيش معنا وقت نراجع الماده لا الان بدي اكمل معكم بالشابتر الجديد وهو تشابتر رائع جدا آه، له علاقه فقط بالممرين الخارجي او البلازما ممرين السيل ممرين اللي احنا حكينا عنه واللي هو عباره عن باي لير فوسفوليبيد ويتخلله بعض البروتينات المغموره بداخله ويتخلله بعض الكربوهيدرات اذا لاحظ علشان نعرف الفانكشن تبع الممرين ايش وظيفته لابد اننا نعرف الستركتشر زي ما حكينا لكم سابقا الان بعمل كوشير برضو لهذا الشابتر وابدا ما تقلقوا اذا لاحظ لابد انه ندرس البلازما او السيل او ما يسمى بالميمبرين ويا جماعه يعني عشان نعرف الفانكشن ايش حكينا انه لازم نعرف الاستراكشر فش إشي يقلق بحاول اشرح لكم جزء منه يوم الاثنين بالمحاضره الجزء الاخر بحيث انه ما ابدا ما تاثروا نهائيا بالنهاية التدريس الجامعي والدراسة في الجامعة ليست كالدراسة في المدارس أكيد بدها جهد أكثر. إذا لاحظ هذا عبارة عن ذا إيدج أوف ذا لايف، اللايف المقصود فيها هون الخلية وهذه الحافة الخارجية تبعتها. والبلازما ميمبريان هو الباوندري الباوندري يعني المحيط. ايش يعني المحيط تبع الخليه؟ يعني يفصلها عن باقي الخلايا الاخرى سبريت ليفنج سيل فروم اذر <أغسر> سراوندينج هاي معناتها والبلازما ميمبرين هنا اكيد سيلكتيف آه، بيرميبل يعني يسمح ببعض المواد تدخل وتخرج ويمنع البعض الاخر او الادق نقول يسمح لبعض المواد تدخل يسمح ببعض المواد تخرج لانه من يدخل ليس كمن يخرج في مثل بعيد عن السامعين بقول دخول الحمام زي طلوعه مزبوط? اذا لاحظ هنا بلازما ميمبرين اكزيبت سيلكتيف permeability allowing سم substances يعني يسمح لبعض المواد تو كروس مور ايزيلي ذان اذرز بعض المواد تدخل براحتها او تخرج براحتها اكثر من المواد الاخرى وهذا بيرجع لوين؟ بيرجع للبولاريتي للقطبيه اذا كان نن بولر بذوب بفوت طيب اذا بولر بده قارب وفوت اللي بفوت سباحه بسرعه زي البستان القارب تيجي يشيله؟ اكيد بياخذ وقت اطول. كذلك الحجم، الحجم صغير زي الحجم كبير؟ اكيد طبعا لا. الان طبعا لا تعد انت عدد الصفحات لانه كثير في صفحات عباره عن رسومات غير مبرره يعني مش مش كثير مهمه. الان اللي لو الممبرين تبع الخليه فلويد لزج سائل مش صلب عشان بعض المكونات اللي بتحتاج الخليه تسبح وتدخل لجوا اول اللي بتصنعها الخليه تخرج لبرا لكنه موزايك ايش يعني موزايك؟ فسيفسائي يعني بمعنى اخر لو صورته الان وبعد ثاني صورته حتلاقي الصوره اختلفت ليش؟ لانه بعض المكونات الخليه ما ظلت ثابته هي عائمه ما ظلت ثابته لاحظ الان هو بيتكون من ايش يا جماعه؟ هو عباره عن ليبيد اند بروتين طيب مين البحر ومين القارب؟ البحر هو الليبيد الدهون السائله او الفلويد والبروتين هو اللي بيعوم داخل البحر فالبروتينات ما دام بتعوم بالليبيد تتوقع انها تكون مثبته باوتاد مثلا لا وبالتالي شو مالها راح تكون ايش فسيفسائيه المكون الرئيسي بالنسبه للسلم يا جماعه هو الفوسفوليبيد وذكرنا الفوسفوليبيد بالشابتر الخامس بانه عباره عن ستراكشرال ليبيد uh, موجود بالسيل ميمبرين وممكن يكون ان في الخلايا النباتيه وكذلك السمك طبعا الفيش في حين انه ان غير مش مشبع سوري ساتوريتد بالانيمال ما عدا السمك الفوسفوليبيد هل هم بولر نان بولر ولا انفيباثيك اكيد امفيباثيك كومباوند ايش يعني امفيباثيك انه بارشلي كونتينينج هيدروفوبيك او هيدروفيليك ريجن تحتوي على جزء هيدروفيليك وتحتوي على جزء اخر هيدروفوبيك وبالتالي نظريه الموديل اللي بتقول على انه فلويد موزايك هو الصحيح بالنسبه للستراكشر اوف ميمبرين وبالتالي ميمبرين يا جماعه فلويد ستراكشر وذ موزايك نيتشر فسيفسائي ليش؟ لانه في فيريوس بروتينز المجموع مختلف بروتينات امبيدد ان ايش يعني امبيدد؟ مغروسه كيف يعني بدنا نتذكر كلمه مغروسه؟ كيف لما تروح تشتري قطعه هريسه احنا الان بالشتويه قطعه الهريسه نوعين يا اما بتكون الفستق على سطح الهريسه مغروسه او بتكون محشيه من جوا مثل الفستق بتكون امبيدد اذا طريقتين آه طرفي و بالعمق بالداخل membranes have been chemically analyzed and found يعني لما عملوا analysis تحليل كيماوي او كيميكال اناليسيز للممرين اكتشفوا بانه هو موجود او مصنوع من البروتين والليبيد وطبعا يتخلله بعض الكربوهيدرات وراح نجي لها انه كيف الكربوهيدرات موجوده الى خارج الممرين. وطبعا اكتشفوا بانه باي لير لانه هذا فوسفوليبيد هذا الراس وهذول الذيلين وراسه ذيلين طبعا الراس يواجه الماء الخارج الخليه والراس يواجه الماء بلازم بالظل الذيول تتخبى وبالتالي لاحظ الهيدروفيليك هيد هذه المنطقه الرفيعه وهذه السكنيه بينما المنطقه الصفراء هذه الهيدروفوبكتيل اذا كله على بعضه راح يكون امفيباثيك وهذا هو تركيبته هذا البولر هيد وذيلين وبولر هيد وذيلين الآن إذا إذا كانت بدي أحكي لك شغلة إذا كانت هاي الذيول مستقيمة اعرف إنه حيواني وخاصة لما بكون مرسوم بنات كوليسترول. والكوليسترول إيش حكينا عنه؟ فور فيوزد رينجز ثلاث سداسية واحدة خماسية غرفتين طابق أرضي غرفة على السطح وبالكون معتدي على الشارع مش قلنا؟ اما اذا كان احد الذيول مطعوج بهذه الطريقه اعرف انه هذا نباتي وهذا راح نيجي لاخرى شوي طبعا هذا كله تاريخ اقرأوه أنا ما راح أتكلم له لكن هنا لاحظ الفوسفوليبيد باي من هون لهون طب هذا فوسفوليبيد لاحظين انه الماجوريتي الاغلب ايش هو فوسفوليبيد لكن يتخلله بروتينات وهذول البروتينات لاحظ بروتين كبير مغمور من اول ال... 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 الممبرين لاخره وفي إشي سطحي وفي إشي سطحي طب اذا كانت هاي المنطقه فيليك. منطقة الروس معناته البروتين اللي بمنطقة الماء بده يكون هيدروفيليك دير بالك هون مكتوب لك هيدروفوبيك ريجن اوف بروتين قصده هون المنطقة هاي ماشي قصده هاي المنطقة هاي المنطقة اللي بمنطقة الديول هاي شو بتكون؟ بتكون هيدروفوبيك لكن المنطقة هاي شايفة اللي هي منطقة الماء والمنطقة هاي اللي هي جاي برا شايفين كيف هنا هذا شو بتكون هيدروفيلك بمعنى آخر البروتين راح يكون إيش جزء منه هيدروفيلك وجزء منه هيدروفوبيك إذا أنفيباثيك اللي هي فريز فراكتشر ستدي إنه تيجي تجيب السلممرين والثلجه وتاخذ شريحه منه وتدرسها وبالتالي هذا <applause> هاي التكنيك او الفريز فراكتشر ستاديز هي اللي فعلا اكدت ان بان البلازما ميمبرين سبورتد ذا فلويد موزايك موديل فعلا انه موزايك انستركتشر ليش؟ لانه لما بتثبتهم وبتدرس البروتينات بتلاقيها بمواقع معينه مثل البواخر وال ال ال بسموها؟ السفن البوتس القوارب الموجوده في البحر لو رحت على العقبه واخذت لك نظره على العقبه لا سمح الله وشفت انه في قوارب وبواخر وبعديها صرت تسبح وتلعب ورحت اكلت ورجعت ورديت صورت البحر مره ثانيه هل البواخر كل البواخر والسفن والقوارب حتلاقيهم بنفس المكان ولا في شيء تزحزح من مكانه يجي تزحزح من مكانه بقصد او من غير قصد فبالتالي اعطاك صوره جديده اذا موزايك انستراكشر ولا ننسى انه الفوسفوليبيد تبع الممبرين باي لير قسموا الباي لير هيك بحيث انه هيد تيل والهيد تيل التحتاني وشافوا انه الحشوه هاي البروتينيه ظهرت بهذا الشكل يعني انه مغروسه من الممبرين من اوله لاخره بالباي لير هاي المقصود فيه الان حنتكلم عن الفلويدتي اوف ميمبرين الفوسفوليبيد ان بلازما ميمبرين كان موف وذين ذا باي لاير اذا لاحظ الفوسفوليبيد زي المي بالبحر هل جزيء الماء او مركب الماء الموجود في مكان معين في البحر ثابت ولا بيروح من مكان لاخر اكيد بيتحرك اذا كمان الفوسفوليبيد زي زي ماء البحر متحرك الموست most lipids and some دريفت ليترالي literally بيتحركوا بشكل literally والآن حنشوف إنه في عندنا نوعين من حركة اللي هي بالنسبة للفوسفوليبيد إما literally أو flip-flop والآن بنشوف لكم الفرق اللي بيناتهم لاحظ هون إذا إذا البروتين إذا الفوسفوليبيد بدل مكان صاحبه ولكن بقي بنفس الطبقه الخارجي فرضا على فرض هاي الخارجيه وهي الداخليه اذا بدل بينه وبين زميله وبقي بنفس الطبقه هذه بنسميها لترال موفمنت وهي الاكثر شيوعا وانتشار بينما هنا واحد يجي على الطبقه هاي ويبدل معه اخر ليذهب الى الطبقه الاخرى كمان وارد هاي بنسميها فليب فلوب ولكن هاي نادره ما تحصل لهذه شو سميناها فليب فلوب تحصل وانس بير مانث بالشهر تحصل مرة في السن ميمبرين بينما هنا الليترال موفمنت لا هذه شائعة يعني تقريبا واحد وقدامه سبع صفار يعني عشر ملايين مرة بالثانية إذا مين الحركة الفوسفوليبيد الأكثر؟ آه دير بالك حركة الفوسفوليبيد مش يديك السؤال حركة بروتينية وتقول الليترال أكثر من الفلوفليب إذا الليترال والفلوفليب هذا بت... بتنعكس على يا جماعة؟ تنعكس على الفوسفوليبيد لاحظ الان بدي اقارن لك بين كلمه فلويد سائل وفيسكس سائل ولكن فيه لزوجة عالية. طيب لاحظوا هنا الذيل الاثنين مستقيمات ولا واحد مطعوج؟ مطعوج معناته هذا نباتي ان ساتوريتد. وهاي هي الكينك الطعجة هاي بسبب الدبل بوند. طيب الـ الـ وبالتالي لاحظ الفوسفوليبيد مرصوصين على بعضهم ولا في بينهم فضوات؟ بين الفضوات اذا نباتي وبكون فلويد بينما اذا كان حيواني الذيول مستقيمه واكيد راح يجي بالمستقبل بنات كوليسترول شايف فضول الكوليسترول بنات ما دام اذا هذا ساتوريتد هذا ساتوريتد معناته هذا ايش؟ بينطبق على الحيوانات وبكون فيسكس بينما ولهذا السمن السمن البلدي سوليد او فيسكس بينما الزيت النباتي فلويد اذا النباتي سيل ميمبرين فلويد والانيمال سيل ميمبرين شو بده يكون فيسكس طبعا كيف من يعني مستقبلا لما تروح على الفيزيولوجي بدك تميز بين تو سيل ميمبرينز سهله جدا بتميز بيناتهم عن طريق وجود الذيل مطعوج وما مش مرصوصين على بعضهم البعض اذا هذا ايش Unsaturated hydrocarbon هيدروكربون تيل وموجود كينك طاجي بمنطقه الدبل بوند الى ان ساتوريتد وبالتالي هذا نباتي اذا كان ساتوريتد مرصوصين على بعض ساتوريتد فيش فضوات بينهم ويتخللهم كوليسترول اذا هذا فيسكس حيواني نفس الشيء هنا بتكلم لك عن الفلوب فليب والليترال اه, فليب فلوب والليترال موفمنت اللي بتصير بالفوسفوليبيد زي ما ذكرنا اه, الان لاحظ لو جبنا بدنا نشوف هل فقط الفوسفوليبيد يتحرك ولا البروتين يتحرك كذلك مو اذا المي تتحرك معناته القوارب الورقيه اللي عملناها بالمي راح تظل تتحرك وتتز فاذا كان الفوسفوليبيد يتحرك فالبروتين اصلا من باب اولى انه يتحرك لاحظ هاي جبنا مثلا هنا خلايا من ماوس وخلايا من انسان وعملنا ستين صبغنا البروتينات الموجوده وين بالخلايا الماوس الفار وكذلك الموجود بالهيومن سيلز الان عملنا ايش هايبريد سيل دمجناهم مع بعض فلما دمجناهم مع بعض ايش اللي يصير بتكبر الخليه ولاحظ راح يصير انتشار للخلايا حسب المصدر هذولا بدهم ينتشروا بهذا الاتجاه حتى يتساوى التركيز هون وهون وهذول بروحوا بهذا الاتجاه وهذا سميناه ديفيوجن واخر شوي راح نتكلم عنه ان شاء الله لاحظ هون بصير عندنا بعد ساعه الزمان البروتينات هل مثلا التابعين للانسان من تحت والحيوان من فوق الماوس ولا بيختلطوا بيختلط الحابل بالنابل هذا بدل على البروتينات شو مالها يا جماعه برضه تنتقل داخل الممرين وبتعمل ديفيوجن الان التمبريتشر كول ممرين سويتش فروم فلويد ستيت تو سوليد ستيت اذا انه بلشنا نبرد درجه حراره الممرين هل راح يظل فلود كما هو ولا دهنياته راح تصير صلبه راح تتحول من فلود لسوليد ستيت The temperature at which membrane solidifies depends on type of lipid. يعني ما هي درجة uh, solidification تصلب الممبرين يعتمد على طبيعة الليبيد اللي بتكون منه. فإذا كان نباتي التصلب راح يكون اخف من لو كان حيواني اذا كان unsaturated نباتي التصلب بيكون اقل اذا لاحظ ممر ريتش وذ انساتشوريتد فاتي اسيدز راح يظلوا مور فلويد بينما اللي بيكونوا ريتش انساتشوريتد فاتي اسيد راح يكون الفلويديتي تبعتهم اقل ويتصلب اذا الحيواني بيتصلب اسرع واكثر من النباتي هاي ذكرناها يا جماعة أنساتوريد هيدروكربون وبالتالي فلويد أنا مش مرصوصة بعضه فيسكس يتخلل الكوليسترول مش واضح هون طبعا بيكون فيسكس يعني إيش المقصود بالفلود والفيسكس فلويد بمعنى سائل والفيسكس شوي آه لزج لاحظ في ستيرويد أو كوليسترول وموجود موجود؟ موجود بالممرين وبأثر على الفلويدتي at different temperature. لاحظ الان سبحان الله من من رأ... من من حكمه ربنا انه يكون في كوليسترول موجود في الانيمال سيل وول سيل ميمبرين سوري وهذا بحافظ على اللزوجه تبعته. ات ورم تمبرتشر لما تكون درجه حراره ورم دافئه يعني 37 ديجري سنتيمبرين اللي هي درجه حراره الجسم الكوليسترول ريمين موف ان فوسفوليبيد يتحرك الكوليسترول داخل الفوسفوليبيد دهون يتحرك داخل دهون ات كول تمبرتشر ات مينتين باي بريفنتينج تايت باك لما بتكون درجه الحراره بارده الاصل لو ما في كوليسترول شو بصير بمنطقه الذيول تبعت الفوسفوليبيد بيلزقوا مع بعض وبصيروا صلبين وجود الكوليسترول بينهم بيخليهم يظلوا خلخلين فبيحافظ على لزوجتهم او على الفلودوت الفلودتي السيولة تبعتهم هذا هو لاحظ لو ما فيش كوليسترول سبحان الله بالخلايا الحيوانيه كان رصوا على بعض وصاروا سوليد وجود الكوليسترول خفف السوليدتي وخلاه فلود وهذا هو ضروره الكوليسترول في جسم الانسان الممرين Proteins and Their Functions هل البروتين يدخل في تركيب الممرين قلنا نعم؟ هل له وظيفه؟ فش شيء، خلقوا ربنا عبث لازم يكون له وظيفه. الممرين از كولج اوف ديفرنت بروتينز ايش الكولج؟ كليه فيها ايش؟ طلاب هل كل الطلاب بنفس الدماغ وبنفس الشكل وبنفس الطول والعرض والتفكير والتحصيل العلمي؟ لا مختلف وبالتالي البروتينات شو مالهم اللي موجودين في الممبرين نفس الشيء مختلفين الان مين اللي بي, بي يعني يحدد what determines the function of the membrane من الذي يحدد وظيفة الممبرين الفوسفوليبيد فوسفوليبيد لا يتغير الذي يتغير ما بين ممبرين وممبرين الفرق بين ممبرين هذا والممبرين هذا طبيعه البروتينات اللي موجوده فيه اذا البروتين اللي ذائب في الباي لاير ميمبرين هي التي تحدد الفانكشن تبعه اذا لاحظ بروتين ديترماين موست اوف ذا ميمبرين سبيسيفيك فانكشن لاحظ هنا عندنا نوعين من البروتين هذا البروتين مغمور على الطرف بنسميه بيريفيرال بروتين بينما هذا مغمور بالداخل انتجرال بروتين مضبوط لاحظ طبعا الكوليسترول الموجود بالفوسفوليبيد طيب وين الكربوهيدرات في الموضوع؟ قال الكربوهيدرات اوليغوسكرايد بالغالب اوليغوسكرايد يعني متعدد قليل يا بيكون مرتبط بالبروتين وبنسميه بروتين والرابطه كوفلاند او مرتبط بالفوسفوليبيد زي هون ومنسميه جلايكوليبيد اذا يا غلايكو بروتين يا جلايكوليبيد تمام يا جماعه لاحظ هون مرتبط بالبروتين جلايكوبروتين بروتين هون مرتبط بالليبيد جلايكو ليبيد اذا لاحظ الكربوهيدرات هون موجود هل هو موجود داخل السيتوبلازم ولا زي شبكه التلفزيون او صحن الدش لبرا لبرا وهذا هو اللي وظيفته سيل تو عشان الخلايا تتعرف على بعضها منا وفينا او مش منا وفينا اذا نوعين من البروتينات البريفرال طرفي شو مالهم هذول باوند تو ذا سيرفيس اوف ذا ميمبرين لازقين على السيرفيس اوف على السطح الخارجي او الداخلي تبع الممرين وعاده يا جماعه زي حبه الفستق على الهريسه الانتجرال بروتين المحشي بالداخل زي لما تشتري مثلا هريسه محشيه بتلاقيها بينتريت ايش بينتريت مخترقه الميمبرين او مخترقه الجزء الهيدروفوبيك Core تبع الممبرين وبالتالي الانتجرال بروتين شو بتكون؟ Amphipathic. إذا that span the membrane are called transmembrane protein. إذا هذول الانتجرال ممبرين شو اسمهم يا جماعة هنا؟ اسمهم transmembrane protein يعني أنفاق بروتينية اللي من خلالها يتم تداول أو دخول أو خروج بعض مكونات الخلية أو منتجاتها من الداخل للخارج أو من الخارج إلى الداخل. The hydrophobic region of an integral protein consists of one more stretched non-polar amino acids are called into alpha helix. إذا لاحظ داخل منطقة الـ الـ البروتين اللي مغمور بالجوا شو بده يكون؟ الانتجرال بروتين اللي مغمور لجوا بده يكون هيدروفوبيك وهذا الـ عبارة عن one or more stretched non-polar amino acids بدخل في تكوين مو. أصلا الأمينو acids اللي بتكون موجودة على السطح شو بتكون؟ بتحب الماء بولر، طيب متخبي بمنطقة من الذيول والديول تكره الماء إذا الأمينو أسيد بدها تكون نان بولر، لكن بتكون على شكل كول ألفا هيلكس بتكون على شكل ألفا هيلكس هذا هي لاحظ هذا هو البروتين لاحظ المنطقة اللي منطقة المي جاي على شكل لوب بس المنطقة اللي جاي داخل الميمبرين ستراكشر بمنطقة الذيل مالها على شكل الفا هيليكس ليش؟ قال لانه الاحماض الامينيه اللي بتتكون منها هيدروفوبيك ليش؟ تصير تتجرع ثم تطلع البنت لمها فاذا كانت منطقه الذول من هون لهون اصلا هيدروفوبيك معناته البروتين اللي ذايب فيها هذا كله هيك شو بده يكون يا جماعه؟ برضه هيدروفوبيك بمعنى اخر الامينو اسيدز بتدخل في تركيب هذا الجزء من البروتين بلا تكون نان بولر بينما الامينو اسيدز بتدخل في تركيب هذا الجزء من البروتين بتكون ايش بولر امينو اسيدز ما هي وظائف آه البروتينات اللي موجوده بالبلازما ميمبرين طبعا بشكل عام البروتينات لها ثمان وظائف يا جماعه بشكل عام في الطبيعه لكن في السلم ميمبرين سته قد يكون ترانسبورت بروتين قد يكون انزيم signal transduction cell to cell recognition انه الخلية تتعرف على بعضها منا وفينا ولا مش منا وفينا ولهذا السبب تقدر تشيل واحد عنده قلبه ضعيف تقدر تشيل قلبه بعملية جراحية وتروح تحط له, تحط له آه, مثلا قلب بقرة وتقول له يلا عيش باقي حياتك لا حيصير رفض السيل تو سيل ريكوجنيشن الخلايا بترفض بعضها كيف؟ حسب البولي اللي مذوب خارج او اللي مثبت خارج السل ميمبرين وقلنا ساكرايد الـ اذا مرتبط ببروتين جلايكوبروتين واذا مرتبط بالفوسفوليبيد جلايكوليبيد والرابطه كوفالنت وظيفتهم سيل تو ريكوجنيشن او الخلايا تتعرف على بعضها والانتر سيلر جوينينج اللي هو ايش؟ الروابط او آه اليات الربط اللي بين الخلايا الاكسترا سيللر الاكسترا سيللر ماتريكس هذه شو هي؟ بنهايه بروتينات attachment of cytoskeleton السيتوسكيلتن اللي هي داخل الخلية وكذلك سيلر ماتريكس هذول شو هم اصلا هذول عبارة عن بروتينات عشان الاتاتشمنت انه ايش الخلية تعطي شكل ثابت غير متغير وحجمها ما يتغير لاحظ الان هذا السلم من يتخيل البروتين هذا عبارة مبين عليه نفق أي من هون لهون تشانل اذا هذا عباره عن ترانسبورت بروتين وهذا برضه زي كم السبكه بيفتح له جوا بياخذ من برا بياخذ بفوت بياخذ بفوت او بيطلع طلوع حسب فاذا بيطلع معناته من تركيز متدني الى تركيز عالي بده اي تي بي بينما اذا بفوت من تركيز عالي الى تركيز متدني ما بده اي تي في ما بده طاقه هذا انزيم تخيل انه يكون في عندنا انزيمات بس الممرين وظيفتها انها تحول سبستريت لبرودكت تحول مواد متفاعلة إلى مواد ناتجة وذكرنا لكم أنه بالميتوكوندي والكلوروبلاست خلينا نرجع للميتوكوندي تحديدا لأن هي الأهم مش قلنا أنه في عندنا طاجات في السيل اللي هو كريستية كريستيا هاي موجودة عليها إيش؟ أنزيمات وكذلك في الماتريكس جوا باللوب برضو في أنزيمات تخدم مصلحة السيلولر ريسبيريشن أو التنفس الخلوي اللي هو حرق الجلوكوز إلى سي 2 و 2 لحرارة عشان نحرر الطاقه برضه السيجنالينج انه اشاره من خليه الى خليه او تيجي خلا اشاره محمله من من خليه الى تدخل لخليه عشان تعطي معلومات معينه حتدخل من خلال البروتين هذا اسمه ايش؟ ريسبتر والمعلومه اللي دخلت اسمها سيجنالينج مولكيول اذا سيال عصبي مثلا النيورو ترانزميتر والريسبتر اللي بيستقبله هاي بروتينات ايضا لاحظ هنا cell to سيل ريكوجنيشن هاي الخليه تتعرف على الخليه هل هي منه وفينا ولا لا اذا انسجمت الكربوهيدرات مع فوهه البروتين في الخليه الاخرى معناته منه وفينا ما انسجمت مش منه وفينا ايضا لاحظ هنا انتر سيلولر جوينينج اللي هي توصيل الخليب الخلية بالخلية أو التماس الخليب الخلية بالخلية التصاق الخلية بالخلية من خلال البروتينات وهنا الاتاتشمنت اوف سايت سكيلتن ان اكسترا سيلر ماتريكس انه كيف الاكسترا سيلر ماتريكس بده ينثبت بالسيل عن طريق الانتجرين اللي هو الوتد اللي بيدخل في بروتينات السيل عشان ما يضل يتحرك واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست وظائف هاي نفسها اعاد لها لاحظ انه عم نمشي احنا بنقدر من البداية نخلص ربما المادة اه من هون للامتحان بس ما تدخل معنا الآن كونها بدأت تدخل معنا أنا بكرت شوية عشان ما يظل عندنا إشي واضح ومهم ليوم الأربعاء ويمكن الخميس يكون امتحانك لا اليوم بنخلص جزء والاثنين بنخلص جزء ومثل ما وعدناكم حندرسكم إياهم وما في داعي للكركبة الآن ما هي وظيفة الميمبرين كاربوهيدرات مش قلنا الكربوهيدرات أوليغوسكرايد مربوط بالميمبرين كوفالنتلي يا بالبروتين يا بالليبيد بالبروتين بنسميه غلايكوبروتين بروتين وبالليبيد بنسميه غلايكو ليبت وظيفتهم سيل تو سيل ريكوجنيشن اذا الكربوهيدرات كوفالنتلي باوند تو ليبيد سميناها غلايكو ليبت بينما المور كومنلي فاوند انه يكون الكربوهيدرات مرتبطه بالبروتين اسمه جلايكوبروتين واثنين وظيفتهم سيلت سيل ريكوجنيشن وموجودين باي جهه الكربوهيدرات على الاكسترنال سايد موجودين على الاكسترنال المنطقه الخارجيه بالسمبرين هاي راح ارجع لورا وأرجيك اياها هلا شايفهم الكربوهيدرات هذول شو مالهم؟ لبرا، شفتوا كربوهيدرات جوا؟ لا، إذا الكربوهيدرات موجودة وين؟ اللي وظيفة السلتو سيلتو كيكنيشن موجود لبرا ولا لجوا؟ اكسترنال سايد المنطقة الخارجية هذا هو اكسترنال سايد، إذا لاحظ الكربوهيدرات on the external side of plasma membrane vary among species and individuals وتختلف طبيعتها وتشعباتها يعني مش معقوله الكربوهيدرات الموجوده على الاكسيل سايد لخلايا جسمي زي خلايا جسمك مزبوط فتختلف اذا Synthesis اند سايدنس اوف ميمبرين الان هذا بيتكلم عن شغلتين شغله صناعه و واختلاف اوجه الممبرين الخارجي والداخلي بيكونوا بيختلفوا عن بعضهم يا جماعه شو بيختلفوا عن بعضهم طيب membrane have distinct distinct inside and outside faces الان رغيف الخبز لما بتروح تجيبه من عند خباز هل وجهه من فوق زي وجهه من تحت اكيد مختلف كذلك الممرين بيكون وجهه الخارجي غير عن وجهه الداخلي the systemic distribution of protein هل البروتينات موزعه بشكل ثابت اكيد لا يعني بتكون عائمة ومختلفة توزيعها من لحظة للحظة ومختلف توزيعها بين آآ مثلا ممرين لخلية عن ممرين لخلية أخرى مختلفة طبعا هو عبارة عن بروتين وليبيدز وأسوسيتد وذ كاربوهيدرات مرتبطة بشوية كاربوهيدرات البلازما ممرين is determined when the membrane is built by endoplasmic reticular and Golgi operators. هو مين اللي البلازما ممبرين أو وصدر لنا او استخدم لنا داخل الخليه قلنا الاندوبلازما تكون السمول والرف بتساعدوا مع بعض بعد يودوها للجولجي بيعملوا تظبيطيشن صار عندنا بلازما ممبرين هم اللي بيحددوا انه هذا البلازما ممبرين وين راح يروح لاي خليه لاي جزء من الخليه وبالتالي الترتيبيشن تبعت البروتينات فيه راح تكون بشكل مناسب للي طلبه لاحظ هذا هنا سكريت بروتين هذا الـ طبعا الإندوبلاين وصدر وصدره للجولج كومبلكس والجولجي كومبلكس عمل فينيشنج وراح صدره لبرا هذا سكريت بروتين لاحظ هاي ممرين جلايكوبروتين كربوهيدريت مرتبط بالبروتين وفي عندنا ممرين جلايكوليبد كمان لا ننسى الان الميمبرين ستراكشر طبيعه تركيبته هو اللي سبب لنا انه البيرميبيلتي النفذاريه يعني تكون سيلكتيف ايش المقصود بالسيلكتيف اختياري وبالتالي السيل ماست exchange ماتيريالز الخليه لابد ان تتبادل ببعض المواد الموجوده عندها عندك شيء كثير بتطلع منه برا عندك نقص بتاخذ من جوا يعني الويست مثلا الاشياء الفضلات تبعت الخليه تحتفظ فيها ولا بتطلعها اكيد راح تطلعها وهذا ذكرناه سابقا بينما مثلا تحتاج الى مثلا جلوكوز من برا بتدخله اذا with its surrounding a process controlled by plasma اذا عشان تبادل المواد مع المحيط الخليه لابد من وجود ممبرين وقلنا لك الحدود الاردنيه مش بتقدر تروح السعوديه تعتمر طب السعوديه مش بيقدر يجي على الاردن مثلا و سياحه وسفر اذا في إشي بيقدر يطلع وإشي بيقدر حسب حاسه الخليه بلازما ميمبرين ار سيلكتيفلي بيرميبل regulating سيل molecular ترافيك وبالتالي لاحظ انه هو شبه نفاذ لا ينفذ كل شيء واذا نفذ ينفذ بدرجات متفاوته وبنفس الوقت وكانه هو بحافظ على الترافيك اللي هو الـ 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 الترافيك بوليس اللي هو شرطة المرور بحافظ على المولوكولر ترافيك يعني مولوكولر مرور المركبات من داخل إلى خارج الخلية والعكس صحيح الآن البرميابلتي أوف آه ليبيد باي يا جماعة أوكي الآن آه قلنا إنه الفوسفوليبيد هيدروفوبيك مزبوط وبالتالي الليبيد باي لير هيدروفوبيك فيها نان بولر ريجن وفيها polar ريجن والبروتينات اللي موجوده بداخلها شو مالها؟ نفس الشيء. كمان هنا مين بيقدر ينفض من الممرين رابدلي؟ كل ما يذوب بالدهون بينفض رابدلي. يعني معنى اخر الهيدروفوبيك شو ماله؟ سهل انه ينفض. طبعا والهيدروفوبيك نوعين حسب الحجم، اذا كان حجمه كبير وحجمه صغير، الصغير شو ماله؟ اثنين بيصبحوا بالفوسفوليبيد بايلير وبينفضوا. لكن مين بينفض بسرعه؟ لصغير رغم انهم اثنين هادوفوبك نون بولر مولوكيولز طيب اذا كان بولر مولوكيولز زي الشوجرز هل تتوقع انه بيقدر ينفذ من الممبرين سباحه اذا انت بتخاف من المي تسبح؟ لا طيب اللي بخاف من الليبيد بيقدر يسبح فيها؟ لا طيب الليبيد نون بولر والشوجر بولر مولوكيول هذا هي بولر مولوكيول وبالتالي راح تسبح باعجوبه وبصعوبه الان في اللي بيقدر يسبح بيسبح بالفوسفوليبيد اللي من هم اللي بيقدروا يسبحوا دي الجراثيم وما بتطلع البنت لمها اللي بيحب الليبيد تبع الممرين فوسفوليبيد بيسبح فيه طيب البولر وخاصه ده كان كبير بيخاف من الفوسفوليبيد ما بيحبش يسبح فيه معناته لابد من وجود قوارب تيجي تصف على اول النهر وتركبه وتنقله على اخر النهر اذا ترانسبورت بروتين هي الاو باسج اوف هيدروفيليك سبستانسز دير بالك الهيدروفوبك سبستانسز بتسبح سباحه كان باس ايزلي بينما ال الهايدروفيليك سبستانسز تنفذ بصعوبه فعشان هيك بدنا قوارب تشيلها من من اول النهر الى اخره تخيل انت لاير تبع الممرين شو ماله؟ تخيلوا عباره عن قارب تخيله عشان على شكل ايش؟ قارب some ترانسبورت بروتين بعض الترانسپورت بروتين القوارب او البروتينات الناقله بنسميها شانل ايش شانل نفق او شانل بروتين وهذا بيكون ايش hydrophilic شانل ذات certain مولكيول اند ايونز كان باس ثرو ذس شانل طيب ما احنا قلنا اي مركب آه, بيحب الدهون بيسمح بالدهون معناته مين اللي بده يرجع للقوارب اللي بيكره الدهون يعني الهايدروفيليك اذا لاحظ ترانسبورت بروتين الها اكثر من تسميات في شانل بروتين الشانل بروتين يسمح للهيدروفيليك كومباوندز يمر من خلاله لانه طبيعته هو هيدروفيليك اذا الهايدروفيليك كومباوندز والايونات برضه بيسمح لها تدخل من خلال هذا الشانل لان يعني هذول ما بيقدروا يسبحوا سباحه من اللي فوسفو آه بايلير الشانل بروتين في عندنا نوع من انواع الشانل بروتين هذا خاص بالماء هذا خاص بالباسج اوف ووتر يعني لا بخلي لا hydrophilic كومباوندز ولا ايونز يدخلوا فقط هو متخصص بنقل الووتر برا جوا جوا برا شو بنسميها بنسميها اكوابورين شو بنسميها اكوابورين حوض السمك اللي عندكم بالبيت شو اسمه اكويريوم لانه يعني بداخله ماء اذا التشانل البروتيني المخصص ايش يعني الشانل البروتيني؟ يعني انفاق خاصه لنقل البروتين بنسميها اكوابورين which facilitates the passage of water هذا ترانسبورت بروتين اذا لاحظ ترانسبورت بروتين في تشانل انفاق وفي كارير بروتين عباره عن ايش قوارب اذا الترانسبورت بروتين يا قارب بيجي على الضفه من هون بشيل وبيجيب على الضفه من هون والعكس صحيح او عباره عن بروتين ثابت عباره عن شانل ايش شانل آه نفق اذا لاحظ يا بيكون كارير بروتين يا بيكون شانل بروتين واثنين بالنهايه شو اسمهم نوعين من انواع الترانسبورت بروتين وذكرنا لكم نوع متخصص بنقل الماء فقط وهذا شو سميناه اكوابورين شو سميناه يا جماعه اكوابورين راح اوقف عندكم لهون لانه اليوم المحاضره يوم الاثنين واذا بدكم وحبيتوا اني انا اعطيها بالطريقه هذه قبل الاثنين ما عندي مشكله اعطيك فيها انتم تستاهلوا كل خير وان شاء الله ما بنقصر معكم الان احنا رسمنا خطه نخلص الماده من هون لاخر الفصل بارياحيتنا واجهنا بعض القرارات خلاص ما في مشكله مش نهايه الدنيا ولا نهايه المطاف اذا راح نوقف هون الى ان ان شاء الله نلتقي فيكم يوم الاثنين و نكمل التشابتر يوم الاثنين بحول الله اذا نوقف هون ونعمل ستوب للريكوردينغ هذا ستوب